إذن سلطة العدس مع البقدونس والبندورة من أشتال. بدنا كوبين من العدس المسلوق، كوب حمص مسلوق، كوب بندورة مفرومة، كوبين من الخيار المقطع، كوب فلفل أحمر حلو مقطع، وبصلة مفرومة، كوب بقدونس مفروم من أشتال. يا عيني. بدنا كمون، ربع كوب زيت زيتون، وشوية من عصير الليمون. عندي زيت زيتون. عصير الليمون أكيد، وزيت الزيتون والكمون كمية منيحة من طبعا، والفلفل الأسود سلام، وأكيد الملح. هاي أساس السلطة اليوم، وفيش مانع أني أضيف البصل معها حتى هيك تخبط كلها مع بعضها. خلينا نكمل السلطة مشان ايش نفضى للجوائز ونفضى أيوة في اتصالات. هي عندي هون عملنا تتبيلة واضفنا العدس، الآن بدي أضيف باقي المواد من بندورة ومن حمص ومن الفليفلة ومن خيار، وآخر شيء راح أضيف أكيد أشتال. أشتال اشتري راحت البال، والله ارتاح بالنا احنا آه والله. الحمد لله. البقدونس عندي هون مفروم جاهز، معقم مغسول، راح أضيفه على هالسلطة الفخمة، وبعديها راح أقدم هالسلطة.